لوجاين كمان انت سنك صغير قوي، فاكره اول مره سمعتي سيد درويش كان او اول مره كمان لما سمعتيه كان انطباعك، يعني حسيتي انه ايه اللي انا بسمعه ده؟ مش دي الاغاني المفروض اسمعها، او مش دي الاغاني اللي جيلي بيسمعها، ولا انت لقيتي نفسك مياله اكتر للنوع ده من الموسيقى؟ هو بالعكس، انا كنت يعني انا بحب الاغاني القديمه جدا. بحس لما بسمع الاغاني الجديده او كده بحس ان انا مش عارفه اللي هو اغنيها او كده. بحس الاغاني القديمه اكتر بتليق في صوتي، لان يعني اغاني استاذ سيد درويش الاغاني بتاعته اللي هو بيعبر عن حياته، يعني انا لما باجي اغنيها وكده بحس ان الاغاني دي بتليق في صوتي جدا اكتر من الاغاني الجديده. فاول ما سمعت اغاني سيد درويش ما كنتش مصدومه، لان انا حاسه ان يعني الموضوع حلو يعني.